حياكم الله. الحق في الحياة هو أسمى الحقوق على الإطلاق، ومن يكون سبباً في أن يسلب هذا الحق يجب أن يحاسب وأن ينال جزاؤه وافياً. 6 وفيات عليهم رحمة الله، ونحو 14 إصابة حتى الآن، نسأل الله أن لا تزيد أعداد الوفيات. تخيل أخي الكريم أن يتحول بيت العائلة الذي تشعر به بالأمان إلى مكان للخوف والرعب. تخيل أخي الكريم أن تحاصر مع عائلتك وتنتظرون جميعا الموت وأنت مسلوب الإرادة. خطأ حدث راح ضحيته أبرياء، لكن كيف نضمن ألا يتكرر هذا الأمر ببنايات أخرى؟ هل هناك عمل بشكل ممنهج للكشف عن البيوت الآيلة للسقوط؟ ما دور نقابة المهندسين؟ ما دور أمانة عمان؟ هل هو دور هندسي فني أم تنظيمي؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاش صوت المملكة الليلة. واسمحوا لي أن أبدأ بالترحاب بضيوفي نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمار الزعبي. مساء الخير مهندس أحمد، وأهلا بالدكتور عيد الطرزي عميد كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة. أهلا بك دكتور. وعبر الهاتف سينضم لنا الناطق الإعلامي في أمانة عمان ناصر رحامنا، وأيضا مراسلي المملكة المتواجدون هناك. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم. يمكنكم متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم أيضا المشاركة بطرح الأسئلة. إثر انهيار عمارة مأهولة بالسكان في منطقة الويبدة في العاصمة عمان، توفي 6 أشخاص وأصيب 14 آخرون وفق ما أكدت مديرية الأمن العام ومصادر طبية. أوضح مراسل المملكة أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال طفلة تبلغ من العمر 12 عاما. تواصل فرق البحث والإنقاذ في عملها وتتعامل مع البحث بحذر لأن وضع المبنى خطير وغير مستقر. إلى ذلك قرر مدعي عام عمان توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى في منطقة الويبدة. أهلا بكم من جديد، واسمحوا لي ضيوفي أن أذهب مباشرة إلى مراسل المملكة حمزة النهار. حمزة، ما هي آخر التطورات؟ تفضل. نعم عامر، ما زلنا في موقع انهيار العمارة السكنية في منطقة الويبدة، نتابع الجهود التي تبذلها كوادر الدفاع المدني من عمليات بحث عن الأشخاص الموجودين أسفل هذه العمارة. دعني عامر أنتقل مباشرة إلى ضيفي هنا مدير الدفاع المدني السيد المهندس حاتم يعقوب. يعطيكم العافية سيدي. بداية لو نتحدث بشكل عام عن أعداد الإصابات، أعداد الوفيات لغاية هذه اللحظة. الله يعافيك. لغاية الآن بعد 28 ساعة عمل عندنا 10 إصابات و6 وفيات. نعم. ماذا إذا تحدثنا عن الجهود وآلية العمل التي تقوم بها كوادر الدفاع المدني في هذه اللحظة، هل اختلفت عن يوم أمس أو ساعات الصباح؟ هو نفس النهج المتبع كفريق بحث وإنقاذ أردني من بداية العمل، طبعا بالتنسيق مع كامل الجهات ومع الشرطة ومع الدرك تحت مظلة مديرية الأمن العام. استعملنا أجهزة متطورة، جميع الأجهزة والمعدات الموجودة استعملناها لأنه ما قدرنا نستعمل آليات ثقيلة، فاضطرينا نستعمل كل المعدات الموجودة عندنا، طبعا من ضمنها كاميرات حرية، من ضمنها مجسات، استطعنا من خلالها وأيضا وحدة كلاب البحث والإنقاذ استطعنا من خلالها تحديد مواقع أعطتنا مؤشرات بوجود محاصرين، والحمد لله كانت النتيجة ممتازة. ويعني الجميع شاف قبل ساعة ساعة ونص الحمد لله قدرنا ننقذ رضيع و هو الآن ما زال على قيد الحياة وبصحة جيدة، وهذا طبعا يعطينا تفاؤل كبير جدا بأنه ممكن الآن من المحاصرين نشوف هذا الموضوع. طبعا إحنا تعاملنا نفترض أنه جميع المحاصرين على قيد الحياة، فدائما نكون حذرين جدا في التعامل، حذرين جدا بعمليات البحث والإنقاذ، بحيث نفترض أنه أحياء وما بدنا نأثر عليهم نهائيا ولا نهز المبنى. في الحديث عن إنقاذ هذه الطفلة والتي يبلغ عمرها 5 شهور، ربما هذا يعني كانت صدمة للأردنيين أن تخرج طفلة بعد أكثر من 25 ساعة عمرها 5 شهور وهي على قيد الحياة. بمعلوماتكم ومن خلال كوادركم الموجودة، كيف خرجت هذه الطفلة وهي على قيد الحياة؟ هل كان هناك سند أو جدر استنادية لحمايتها، أم ما هي كانت حالتها داخل وتحت الأنقاض؟ الحمد لله كانت في منطقة ما في كان عليها لا ردم ولا كان عليها أي جدران استنادية،
وطبعا هو في النهاية رب العالمين، قضاء وأقدر من رب العالمين، لكن هي فعلا كانت ربنا سبحانه وتعالى حمية، كانت في موقع أكسجين موجود، تهوية موجودة، وما كان في عليها لا ردم ولا كان في عليها أي حمال أو ثقل. هي يعني سبحان الله يعني معجزة من رب العالمين، والحمد لله ندلينا عليها بالوقت المحدد. الحمد لله. طيب سيدي، نحن نتحدث عند مديريات الدفاع المدني عندما تعمل في عمليات الإنقاذ، هي أيضا شريكة في الدورات التدريبية العالمية، نتحدث عن هناك بروتوكول يتحدث عن أن عمليات الإنقاذ تكون لمدة 8 أيام، في حال لم يتم الانتهاء لا سمح الله من هذه العمليات خلال 8 أيام، هل ستستمر عمليات البحث أم سيتم التوقف وفق هذا البروتوكول المتعارف عليه؟ سيدي، بغض النظر عن البروتوكول، نحن معنا توجيهات من عطوفة مدير الأمن العام وتوجيهات لحماية المواطن الأردني، لن نخلي الموقع ولن نتخلى عن الموقع إلا بعد التأكد 100% من إخراج آخر محاصر بإذن الله، سواء كان المدة الزمنية يوم يومين 13 أيام، لن نتخلى عن الموقع إلا بعد التأكد من إخراج آخر محاصر موجود في الموقع. نعم، جهود مباركة. وأيضا أود الحديث في جزئية، كان هناك حديث عن أن أحد المواطنين الذي تواصل مع مديرية الدفاع المدني يحاول الاتصال مع أحد ذويه، والهاتف الخلوي يعني برن بالعامية داخل هذه المنطقة من خلال المجسات والتصوير والكاميرات الموجودة داخل هذا الموقع، هل ظهر أي جديد؟ وخاصة أنه تم الحديث قبل ساعة عن الحدود على شخصين متواجدين تحت هذه الركام، ولكن لم يتم انتشالهم لغاية هذه اللحظة. نعم صحيح، الآن هو كثير مواطنين جوا علينا وقالونا أنه يعني إحنا التلفون برين في هذه الحالة، في بروتوكول معين إحنا بننفذه، لحظة صمت في كامل الموقع ومجسات معينة، لكن جميع المحاولات بالنسبة لموضوع التلفون للأسف كانت يعني مش صحيحة ومش مضبوطة. اعتمدنا على مجساتنا، اعتمدنا على وحدة كلاب البحث والإنقاذ، اعتمدنا على بعض الإصابات اللي أخرجناهم، قالوا أنه كان معنا ناس موجودين مثلا في نفس الغرفة في نفس الموقع، هذول اعتمدنا عليهم، وفعلا كثير من المحاولات يعني الحمد لله بقت بالنجاح. نعم سيدي، أخيرا إذا ما تحدثنا عن عدد الأشخاص الموجودين أسفل هذه العمارة، أنت تحدثت في الإجازة الصحفي عن 10 أشخاص تم إخراج 4 منهم، هل العدد الموجود 6 أشخاص أو أن هناك تحديث آخر أو أن المجسات والكاميرات تبين أعداد أخرى أسفل هذه العمارة؟ في عملنا لا نعتمد على الرقم المعطى أو المتوقع، في عملنا دائما نعتمد على أي موقع نشعر أن هناك في موجود محاصر نعمل فيه، سواء كان المحاصرين 2 4 5 10، هذا الرقم بالنسبة لنا مش مهم بقدر ما مهم سنبقى نبحث حتى نفقد الأمل في وجود أي محاصر أو نتأكد 100% عدم وجود أي محاصرين، فهذا العدد مش دائما بيكون دقيق ولا نعتمد عليه. يعني أحد الأمثلة، في طفلة كانت المفروض من ضمن الأعداد الموجودة في المبنى، ولكن تبين والدها حكى معنا قال لا هي موجودة في مكان آخر، فبالتالي لا نعتمد 100% على هذه الأرقام، ولكن نعتمد على مجساتنا وعلى مواقعنا وعلى مؤشرات الموجودة في الموقع. نعم، مدير الدفاع المدني جهود مباركة، ونتمنى السلامة لجميع الأشخاص الموجودين تحت هذه الركام، كل الشكر لك على هذه التفاصيل. نعم يا عامر، يعني كما تحدث مدير الدفاع المدني أن الأعمال مستمرة لغاية إخراج آخر شخص من أسفل هذه الأنقاض، أيضا تحدث عن إدخال مجسات وكاميرات حديثة يمكن استخدامها للبحث عن الأشخاص الموجودين أسفل هذه العمارة المهدومة. دعني عامر مباشرة أن أنتقل إلى ضيف الآخر أيضا في المنطقة، وهو مختار المنطقة السيد محمد الفعوري، أهلا وسهلا بك سيدي. حضرتك كما تحدثنا أنت من مخاتير هذه المنطقة ولديك معلومات كاملة عن جغرافية هذه المنطقة والعائلات التي تسكنها، بداية أود أن تجيبني على بعض الأسئلة بما يتعلق بأعداد المواطنين الذين كانوا يقطنون هذه العمارة والذين كانوا بداخلها لحظة الانهيار. أخي العزيز، إنك تقدر عدد الناس الموجودين في العمارة لحظة الانهيار صعب جدا، ولكن العمارة والعمارة اللي وقعت على العمارة عدد الأسر الموجودة فيها بحدود 6 أسر، يقدر أعداد الأسر الأصليين بحدود 20 شخص، إلا إذا كان جاي عندهم ضيوف من برا العمارة، وهذا الحكي مستحيل إنك تعرفه، بس العدد تبع الأسر الأصلية مش أقل من 20 شخص. طيب سيدي، الحديث كان يدور عن وجود حضانة غير مرخص، أو لا نريد أن نطلق عليها حضانة، هي امرأة تقوم بتربية أطفال لأهليهم منشغلون في أعمالهم، مدى دقة هذا الحديث؟ سيدي، هي مش حضانة غير مرخصة، هي عبارة عن سيدة كانت تقطن في الطابق القبل الأخير،
وكانوا الستات لما الوحده بدها تروح عندها شغل تحط طفلتها عندها تدير بالها عليها، مش حضانه بمعنى حضانه، يعني جاره وبتدير بالها على اطفال الجيران بمعنى انه بتعاونوا بتكافلوا بالعماره، وهي مش بمعنى الحضانه يعني. نعم، وهل كانوا موجودين لحظه الانهيار؟ الكلام اللي سمعناه من الجيران اللي كانوا موجودين وحواليهم ومن الناس اللي نجوا من الحادث انه ما كانش في حدا بالحضانه بهذاك الوقت او في البيت اللي يستعمل للمساعده في حضانه الاطفال مؤقتا يعني. طيب سيدي، لو اردنا الحديث عن جغرافيه هذه المنطقه، نحن نتحدث انه خلال الفترات الماضيه كان هناك مطالبه من الاهالي، اهالي المنطقه وانت كنت على راسهم، بعمل اجراء عمليات صيانه او عمل بناء منازل جديده. نحن نقف خلفنا منزل جديد قد بني، هل ترون ان هذا هو احد اسباب وكيف اعطي ترخيص؟ كونكم كنتوا قد تقدمتوا بعريضه الى مجلس الامانه بهذا الخصوص. سيدي الكريم، البيت الموجود، العمارة المنشأة، احتمال أنها تكون أثرت العمارة تحت وتيرة انهيار، هذا صعب جدا. اللي فهمناه إحنا من الناس سكان العمارة ومن الناجين من العمارة ومن الجيران أنه مالك العمارة كان يجري صيانة على الطابق الأرضي، وهي عمارة قديمة، الطوابق الأرضية منها عمرها ما لا يقل عن 50 أو 60 عام، فممكن أنه في خلال عملية الصيانة أنه بالخطأ، من نعتبر أنه بالخطأ ضرب عمود حامل أو جدار حامل فأدى لانهيار العمارة. أحد السكان اللي نجوا من العمارة حكى لي شخصيا، واتصلت معه على المستشفى مع زوجته، قال لي أنه أنا مالك العمارة كان صلوا 3 أيام بيشتغل وبحفر ومش عارفين ننام، وأكد الحكي هذا كمان جاريا من الجيران بالعمارة اللي فوقهم أنه كان يجرى عمليات صيانة. فاعتقادنا أنه الانهيار تبع العمارة، وهذا الحكي راح يتبين بعد ما يزيلوا كافة الإنقاذ، أنه من أسباب بشرية. العمارة الجديدة ما أثرت، إحنا كان طلبنا في جبل ويبدا أنه ما تهدوا عمارات قديمة تراثية وتحطوا محلها عمارات جديدة. طلبنا الرئيسي ولا يزال من أمانة عمان أنه عندك مسؤولية أنت دائرة رقابة الأعمار، لما واحد بيسوي صيانة في بيت بهد ببلط، حتى مجرد يبلط، لما يشوف في طم من برا يفوت يفتشوا. المواطن بجوز يكون خايف، ما بده يحكي مع الأمانة، ما بفهم، فأنت تعال دله كأمانة كجهة هندسية أنه تقدر تشيل العمود، تقدر تشيل الجدار أو لا، تعال ساعد الناس مشان ما نقع في مشاكل وحوادث مأساوية زي هاي. الأمانة عليها جزء من المسؤولية بالمراقبة فقط وليس بانهيار العمارة. أشكرك جزيل الشكر مختار هذه المنطقة، كل الشكر لك على هذه التفاصيل. نعم عامر، يعني بشكل عام هذه هي التفاصيل التي توصلنا إليها منذ تواجدنا من ساعات الصباح في هذه المنطقة. العمليات ما زالت جارية، ومعلومات جميع المواطنين وشهود العيان تشير إلى أن هناك أعمال صيانة تعتبر أحد الأسباب الرئيسية في عمليات انهيار هذه العمارة. يعطيك العافية حمزة، شكرا لك، وسنكون معكم تباعا في حال ورود أي تطور حول الموضوع، وستبقى المشاهد حاضرة أيضا أثناء هذه الحلقة. مباشرة سأذهب إلى نقيب المهندسين. أهلا بك مهندس. أهلا بك. شو السبب الرئيسي؟ ليش؟ لأنه عندنا هذه الصورة اللي تبين محل الإنشاء، هنا في إنشاءات. نعم صحيح. وأيضا مثل ما سمعنا هون أنه كان في يعملوا إنشاء داخل البيت الأرضي. ما سبب انهيار البناية؟ اسمح لي بالبداية أني أتوجه بالتعزية إلى الأردن الرسمي والشعبي، لأنه فعلا هاي فاجعة وطنية، وأترحم على أرواح الضحايا، شفاء للجرحى، وأتوجه بشكر لرجال الدفاع المدني اللي باستمرار بيأدوا الأداء الرائع وبيرفعوا الرأس. وتجاربنا معهم بكل الكوارث القديمة كان الدفاع المدني في مقدمة الجهات التي تستجيب للتوصيات والنداءات. بشكل عام ينهار المبنى لعدة أسباب. كويس. ما ثبت علميا وما أجمعت عليه الدراسات الإنشائية أن السبب الأول انهيار زيادة الأحمال، يعني عندنا بيت بحمل طابقين، رحنا بنينا عليه 4 طوابق أو 5 طوابق، زيادة الأحمال تؤدي إلى الانهيار. نعم. السبب الثاني إجراء أعمال صيانة. نعم. تخل بالبنية الإنشائية للمبنى، كأنه زيل أحد الجدران الحاملة أو أحد الأعمدة الحاملة. طيب. وأحيانا حتى بعض القواطع تؤثر على المبنى. إجراء حفريات جنب المبنى بشكل عميق جدا دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المباني القائمة وعمل شورينج إلها. نعم. تسرب مياه، سواء كانت مياه الأمطار أو مياه المجاري، بشكل متكرر تحت المباني يؤدي إلى انهيارها. نعم. وهناك سبب له علاقة بأقدمية البناء على فترة زمنية طويلة من الاهتراء والتآكل والإعياء، رويدا رويدا ينهار المبنى. مثل هذه الحالة واضح تماما تدخل بشري. تدخل بشري تماما، هندسيا تدخل بشري. نعم.
عزز ذلك شهود العيان، وعزز ذلك الصورة المرفقة اللي هلأ اتفرجنا عليها، وجود بعض أكياس الإسمنت والحصمة وأدوات البناء، وأعتقد الكثير من الجيران أكدوا وجود أعمال صيانة استمرت لعدة أيام. ليس لأن البناء قديم أبدا، وليس لأن أبداً. هناك بناء يعني جانب بهذا البناء القديم بوضوح. جديد، احنا كلنا سكننا ببيوت قديمة، كان عندنا بيوت حجر وطين وأحيانا بيوت طينية وصمدت فترة طويلة من الزمن. بأوروبا القرى عمرها 200 سنة و300 سنة من الطوب الأحمر والقرميد، ولم تنهار هذه الأبنية، ولا يعني أنه الأبنية اللي مضى عليها أكثر من 50 عام في كل عمان الشرقية أو في جبل القلعة أو في الويبدة أو وسط البلد أو جبل عمان، أبنية القديمة هي أبنية تراثية وإحنا ندعو للحفاظ عليها واستخدامها وإعادة توظيفها. بس أخ عامر، المبنى مثل الإنسان بيكبر وبيهرم وبيشيخ، فبده صيانة وبده فحوصات متتالية وبده متابعة. كويس، البناء اللي بجنب البناية أثر على الهدم ولا لا؟ البناء الجديد. الجديد لا أعتقد ذلك، ولو كان له أي أثر لبان في نفس لحظة الإنشاء. قيل بأنه ممنوع البناء في هذه المناطق، تحتاج إلى ترخيص. طبعا كل الأردن بحاجة لترخيص، ممنوع البناء بشكل عام، بشكل عام في تلك المناطق، لأن هذه البيوت قديمة، وبالتالي أي عملية بناء سيتؤثر على أساسات البيوت القديمة وما إلى ذلك. لا أبدا، إحنا عندنا نظام الملكيات بالأردن ملكيات فردية، ويجوز البناء في أي مكان. هلأ الجبل الويبدة يحتوي على العدد الكبير جدا من الأبنية التراثية والتاريخية اللي إحنا بنعتز فيها واللي شكلت هوية عمان التاريخية. إحنا لا نرغب بهدم أي مبنى وإقامة مبنى حديث، بالعكس إحنا نقابة المهندسين نتصدى لأي محاولة لهدم أي بيت من البيوت التراثية والتاريخية. لكن أحيانا في قطعة أرض فاضية بالويبدة ممنوع البناء فيها، بعنا بناء هاي للسقوط بده إزالة وبده يعاد بناءه ببناء حديث، لا يوجد منع، لكن علينا أن نتوخى الحيطة والحذر في الإنشاءات الحديثة في المناطق التاريخية والتراثية. طيب ماشي دكتور، أطرح عليك سؤال. هناك دراسات كثيرة تقول بأن هناك أعداد كبيرة من البيوت بالأردن هي مهددة لأي لحظة إنها تنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. في البداية اسمح لي أكرر أحر التعازي لسيدي صاحب الجلالة وللأسرة الأردنية الواحدة ولذوي الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى بعون الله، وأيضا حقيقة فيما يتعلق بالشكر الجزيل للجهات الأمنية والدفاع المدني على الجهود المضنية والكبيرة التي يبذلونها لحماية الإنسان إن شاء الله، وربنا يعطيهم العافية وفي ميزان حسناتهم. نعم سيدي، الآن فيما يتعلق بسؤالك كان هو فيما يتعلق بهل يوجد شيء مشابه في الأردن. نعم. حقيقة لا نستبعد ذلك، لأن الطبيعة الطبوغرافية حقيقة لعمان ولمعظم المدن الأردنية بشكل عام هي طبوغرافيتها تتميز بوجود المرتفعات ووجود الهضاب، وأيضا هذا يعني احتمال وجود ما يسمى بالإذابة للصخور تحت الصخور التي أنشأنا عليها الأساسات للمباني، وهذا حقيقة يستدعي الدراسات الموقعية والتحري الموقعي قبل إنشاء المنشآت وقبل السماح بالبدء بهذه المنشآت. لأنه من الناحية الجيولوجية حقيقة تتميز مناطقنا خاصة في المناطق الوسط والشمال والشمال الغربي من الأردن بوجود الصخور الكلسية، وهذه الصخور الكلسية قابلة للإذابة والذوبان مع مرور الزمن الجيولوجي. لذلك كنا نتحدث عن احتمالات فعلا وجود نقاط ضعف، نتحدث عن احتمالات وجود يعني نقاط ضعف بحاجة لتمحيص ودراسة قبل البدء والموافقة على إجراء مثل هذه التراخيص لهذه المنشآت. أما فيما يتعلق بفحص التربة فأعتقد هو من الأشياء الهامة جدا، والذي يجب أن يتزامن معها فحوص أخرى للدراسات الجيولوجية والدراسات الجيوفيزيائية. ماشي، خصوصا أنه في دول كثير بالعالم فيها مباني أعمارها 50 سنة وسبعين سنة ومئة سنة وما بتنهار. نعم. هذه نقطة. بدي أذهب إلى مراسل المملكة معاذ الحنيطي، وستكون مع والدة الطفل الرضيعة اللي الحمد لله رب العالمين أنجاها، لكن بعد فاصل قصير. أول أرجو أن تفضلوا بالبقاء معنا. حاضر، بس أفوت.
أهلا بكم من جديد وأجد ترحاب بضيفي، ومباشرة سأذهب إلى مراسل المملكة معاذ لحنيت. تفضل معاذ. نعم نعم بالفعل عامر، نتواجد الآن أمام مستشفى لوزميلا الذي أخليت إليه كل الحالات التي تم انتشالها من موقع الحادثة، موقع انهيار العمارة في منطقة جبل الويبدة. لعل أبرز الأحداث التي جرت في الساعات الأخيرة هي خروج الطفلة ملك بصحة كاملة وعودتها إلى أهلها وذويها. للحديث أكثر عن خروج الطفلة ملك ذات الأشهر الثلاثة أو الأربعة، نتحدث لوالدة أم ملك. هنيئا لكم بسلامة ملك، تضعين بصورة ما حدث والساعات العصيبة التي مرقت وأنت تراقبين عمليات الانتشال. أول إشي بحب أشكر كليات الناس اللي وقفوا معي، أهلي وأصدقائي وكل الناس اللي وقفوا معنا، وشكرا لكم أنتم كمان. كانت أصعب ساعات، أصعب ساعات لما أنا خبروني أنه بنتي وقعت، ولما إجيت على الويبدة لقيت الأربع طوابق لقيتهم فوق بنتي، يعني صعب جدا، صعب كتير جدا. طيب يعني من إحدى المشاهدات بأنك أثناء عمليات الانتشال من لون ما ترتدي ملك استطعتي التعرف، تحدثين عن هذه اللحظة؟ أجل قالوا لي إنه بنتك ملفوفة بحرام زهر، قلت لهم لابسة بجامة زهر. أول ما طلعوها أنا عرفتها من بجامتها الزهر، كنت عارفة إنه بنتي إن شاء الله بإذن الله كانت رح تطلع. بدعواتي، دعوات الأهل، دعوات الناس، الأم، الأب، كلياتنا كنا مفجوعين، يعني حالة صعبة جدا، يعني بنتي تطلع يعني من تحت يعني من أربع طوابق، يعني بنتي يعني ساعات لا شك أنها ساعات عصيبة. الآن أسألك ونريد أن نعرف التفاصيل نحن ومن يتابع، هل أنت من سكان العمارة؟ أين كنتم؟ طفلة بعمر الثلاث أشهر وأنتم الوالدين كما عرفت غائبين، هل أنتم من سكان العمارة؟ لا لا إحنا مش من سكان العمارة، أنا إلي صديقة يا ربي يا الله تنجيها هي وبنتها يا الله، هلأ هم موجودين. أنا جبت بنتي عندها وذهبت مشوار ورجعت، يعني وسمعت صوت الفاجعة، يعني سمعت. إن كانت صديقة مقربة وتقومين بزيارتها على الدوام، هل كان هناك شكاوى من تردي في وضع العمارة؟ هل كان هناك مؤشرات لخطر من الممكن أن يحصل؟ أجل كثير كانوا يضلوا يخبطوا ويرقعوا ويكسروا ويزتوا حديد وبلاستيك وخشب، وبعدين كانوا يعني يعملوا تسوية كمان بدون عواميد، يعني وقعت العمارة بسببه. أنا بحب أوجه له كلمة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. نعم. أرواح الأطفال، وفي لسه أطفال جوا، يعني بعيدا عن الأشخاص، وهناك قضاء عادل، وثقي تماما بأن القضاء سيبين كل شيء وعلى من يقع هذا الخطأ. لكن السؤال الآن، صديقتك في أي طابق كانت تقطن؟ كانت في التسوية تحت، تسوية، وكانوا دائما أصوات رائع وتخبيط، وصاحب البيت كان موجود لعلمه يعني. طب في بيت صديقتك بالإضافة إلى ملاك الحمد لله على سلامتها، كم يعني هل لديك معلومة كم كان في هذا المنزل؟ كيف يعني إنه عدد الأشخاص؟ كانوا ثلاث أشخاص، كانوا ثلاث أشخاص من ضمنهم بنتي وبنتها وهي. كم عمر البنت؟ البنت الطفلة كان عمرها 6 شهور اللي هي بنتها، وهي كان عمرها 23 سنة، وهلأ هم تحت لسه ما طلعوا. أرواحهم معلقة برقبة الشخص اللي ما عنده أبداً أي خوف ولا أي إشي، حسبي الله ونعم. إذا ما سألتك هل يعني أختم معك بهذه السؤال، كنت تراقبين من أول اللحظات، كيف رأيت عمليات الإنقاذ؟ كتر الله خيرهم، عن جد مجهود كبير عملوا، والله الله يعطيهم ألف عافية. كل الرجال كلياتهم ما قصروا أبدا، كنا إحنا بفاجعة وصح كنا معصبين وكل إشي، بس الحمد لله وقفوا معانا، وإن شاء الله يا ربي يا الله يوقفوا مع الباقي
ويطلعوهم ينقذوهم، الله يعطيهم ألف عافية يا رب. ألف الحمد لله على السلامة، نبارك لك عودة ابنتك التي أيضا أخبرتينا بأنك ستتسلميها اليوم وست يعني كما يقولون ستنام في حضنك وحضن زوجك. عامر، هنا أحب أن أختم هذه الرسالة عبر برنامج صوت المملكة بأن مستشفى لوز ميلا ما زالت تشهد يعني ترقب من بعض الأهالي على باب المستشفى، لا سيما من يعني ظهر لهم أحد ذويهم وغاب الآخر. مثال على ذلك، هناك بعض من رصدتهم كاميرا المملكة وسجلت معهم ظهور الأب والأم وما زال الابن تحت الأنقاض وعمليات البحث مستمرة. طيب معاذ، خلال اتصالك نعم خلال اتصالك مع المعنيين في هذه المستشفى، كيف هي الحالة الصحية للمتواجدين الآن؟ ماذا قال لك مدير المستشفى إذا التقيت أحد فيهم أو بوزارة الصحة المتواجدين عندك؟ نعم عامر، بالنسبة للمستشفى منع التصوير داخل المستشفى، وهذا شيء يعني مفهوم منا يعني كصحافة بسبب حساسية الموقف في الداخل وبعض المصابين والجرحى. لكن إذا ما تحدثنا عن وضع المصابين بشكل عام، المصادر الطبية وبحسب ما رشح لنا من المصادر الطبية، هناك يعني لا يوجد حالات خطيرة كثيرا، هناك بعض الحالات تعاني من كسور متعددة، هناك بعض الحالات تقطن في طوابق المستشفى العادية، وهذا يدل على أنها لا تعاني يعني من شيء حاد. بعض الحالات موجودة بحسب مصادر لنا في الداخل داخل غرف الإنعاش، ولكن الحالة ليست حرجة. يبدو عامر أنه في هذه اللحظات سيصل إحدى من انتشل أو إلى المشفى بسبب وجود دائرة السير يعني تسريع السير في هذا الطريق. نحن معك عبر البرنامج، في حال ما استجد شيء سنكون معكم عامر. شكرا معاذ، يعطيكم العافية، وأعود إلى ضيوفي في الاستوديو وأعود للسؤال الأهم، الحق عمين، من يتحمل المسؤولية؟ هل اللجان التي شكلتها الحكومة ستكون شماعة العذر على تقصير حكومي ما؟ تفضل مهندس. خصوصا أنه أنا شفت ورقة من نقابة المهندسين الأردنيين تدعو فيها أمانة عمان أنه إحنا بدنا نعمل لجنة وبدنا نروحنا نشكل ونشرف على هذه المواضيع. أمانة عمان قالت هذه مبادرة من نقابة المهندسين، يعني ما صار أي شيء جديد ولا أعطونا البؤر الساخن. ماذا تقول نقابة المهندسين؟ يعني الناس كلها شافت تبعت النقابة الأمانية. تفضل. صحيح، يعني الكتاب اللي صدر عن نقابة المهندسين لأمانة عمان الكبرى ولوزارة الإدارة المحلية للتعميم على البلديات هو نتاج ورشة عمل عقدت بعد حادث انهيار الزرقاء إذا بتتذكر. نعم. واسمح لي شوي هيك أخرج شوي عن نص السؤال. تفضل. حادث الزرقاء حدث على بناء ليس من الأبنية التراثية والتاريخية، كان بالمعنى اللفظي كان بناء شبه حديث، يعني عمره بالعشر سنوات أو 20 سنة، وبالرغم من ذلك لما صار في تدخل بشري بإزالة الواجهة الأمامية لتكبير المبنى انهار. فمعنى ذلك أنه ما تحدثت به أنا عن أسباب الانهيارات لا تتعلق بالمبنى التراثي أو تاريخي أو مبنى حديث، ممكن مبنى بيلا بعبدون اليوم إذا صار تدخل إنشائي وأزيل أحد الأعمدة أو الواجهة تنهار. فحتى ما نوصل رسالة رعب للسادة المشاهدين ولأهلنا أنه أي واحد ساكن ببيت قديم معناته ذا عرضة هو وعايش. طب مهندس، إحنا الآن بدنا نروح على التحقيق، إحنا بدنا نأخذ جدلا بدنا نأخذ الآن ونتأكد، وإحنا نحترم القضاء والآن هناك قضاء. نعم. وأدرك ذلك. نعم. تماما. نعم. لكن نحن الآن نذهب وكأن كل ما دار سبب الانهيار هو التدخل البشري اللي حصل في يعني الطابق الأول. يعني خليني هيك أسألكي، إنه إحنا كجهات فنية إحنا وظيفتنا إن نشرع ونعطي التعليمات الفنية ونعطي التوصيات ونوصي بأنظمة وقوانين وتعليمات، وبأمانة هناك تجاوب كبير جدا في تطبيق ذلك. يعني إحنا من الأمانة التجاوب من الدولة بشكل عام، أتحدث عن الدولة. ماشي. لما إحنا
قدمنا استحداث تخصص جديد للصيانة والترميم بعد حادثة الزرقاء، أنه لا يجوز إجراء أي عملية صيانة أو ترميم داخل المنازل إلا بعد استشارة هندسية ومكتب هندسي مختص. كيف؟ وأهلنا مهندسين مختصين بذلك. تجاوبت وزارة الأشغال العامة باستحداث التخصص في المكاتب الهندسية وتم تعميمه على الإدارات المحلية وتم الاتفاق على ذلك. لما إجينا إحنا وشعرنا بالمخاطر اللي بتحدث بالانهيارات، قلنا خلينا نعمل خريطة مسح. كويس. هاي كانت إحدى توصيات ورشة عمل، خرجت ورشة العمل بعدة توصيات. من التوصيات اللي خرجت بها مخاطبت الإدارة المحلية بعمل مسوحات لتحديد البؤر الساكنة وتحديد المناطق الخطرة، المناطق الآيلة للسقوط، المناطق اللي بحاجة لصيانة والمناطق السليمة. نعم. وأنا بعتقد في سجل عند الأمانة، أنا لست مطلعا على ذلك، أعتقد في سجل عند الأمانة وعندهم دائرة مختصة بالأمنية التاريخية والتراثية، وإحنا عندنا لجنة في نقابة المهندسين غير لجنة الأزمات والكوارث اللي صاغت هذا الكتاب. نعم. عندنا لجنة أيضا لحماية الأمنية التراثية والتاريخية، ونتعاون مع المركز البريطاني ومع المؤسسات الثقافية ومع وزارة السياحة للحفاظ على كل الأمنية التراثية. من يتحمل مسؤولية ما حدث؟ القضاء وحده سيقول ذلك. ما نقدر نحط الحق على أي بني آدم أبدا. هذا القضاء بعد إجراء تحقيق كامل وشامل ووافي بعد الاستماع لكل الشهود ورأي الخبراء الفنيين، القضاء وحده صاحب الحق أن يحمل المسؤولية. نقيب المهندسين لا يحمل المسؤولية لأي شخص أبدا. لكنه يؤكد بأنه السبب في ذلك من الممكن أن يكون تدخلا بشريا. نعم، بناء على الشهود والمعطيات. طيب، ما زال الوضع ما زال في التحقيق. دكتور أطرح سؤال. طيب ماشي. دكتور التربة، الآن هناك في ناس كثير ناس بتعمر طابقين، بتأخذ ترخيص على طابقين، بتعمر ثالث ورابع وخامس وكل هذه المواضيع بعمره، هناك مباني عشوائية فيه. طيب أسأل سؤال، هل هناك بؤر ساخنة في الأردن تخشى من أن يكون هناك انهيار في أبنيتها؟ والله وأنت صاحب تخصص في هذا الموضوع. نعم. وما هي هذه البؤر؟ لأنه نعم. إذا في بؤر دكتور خلينا نقولها حتى أنه يكون هناك على أقل تقدير عمليات صيانة. نعم سيدي، كما قلت في البداية حقيقة، نعم إحنا في الأردن معظم المدن الرئيسية الأردنية قائمة على مناطق جبلية أو شبه جبلية. كويس. ومعظم الصخور الموجود عليها هذه المباني هي من الصخور الجيرية، وكما قلت هي قابلة للإذابة مع مرور الزمن وعوامل الشتاء والأمطار ومرور الآلاف وملايين السنوات. ماشي. لذلك هذه المناطق الجبلية، هذه المناطق خاصة المناطق المكتظة بالسكان مثل عمان، مثل إربد، مثل الكرك، مثل المادبة، جرش، عجلون، السلط، هذه المناطق الزرقاء، الرصيف، حقيقة يجب أن يتم عملية تكثيف وعمل دراسات موقعية تحريرية وعمل خرائط تقسيمية لتحديد مناطق الضعف. بس أنت بتعرف أعطيني يعني. على أقل تقدير في العاصمة يعني. المناطق غرب عمان مناطق يجب تكثيف الدراسات فيها، مناطق شمال عمان أيضا تكثيف الدراسات فيها، لأن مناطق كما قلت هي مناطق جبلية وفيها أيضا من الصخور الجيرية التي يخشى حقيقة مع مرور الزمن الجيولوجي كما قلت أن تكون قد أصبحت ضعيفة وبحاجة هشة وضعيفة، وأيضا قد يكون فيها ما يسمى بالتجاويف الكهوف. لذلك يجب البدء قبل الموافقة لها على إجراء الدراسات، وللمهندسين أن يبدأوا بإجراء الدراسات عليها والبدء بالإنشاء. يجب أن يكون هناك دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية للتحديد. مين بده يعمل هاي الدراسات يا الجيولوجيين والجيوفيزيائيين بيعملوها؟ طبعا طبعا. هذه وين بتروح الدراسات نتائجها؟ هذه الآن الدراسات هي أولية تعطى للمهندسين، المهندسين الآن بناء عليها بيقوموا بعملية الإنشاء والتصميم بناء على المعطيات التي تردهم من الجيولوجيين. كذلك فيما يتعلق بموضوع الأنطقة الزلزالية، أيضا هذا الموضوع حقيقة هام جدا. نعم. الأنطقة الزلزالية للأردن حقيقة هي مقسمة كما تعلمون حسب كود البناء إلى عدة أنطقة أو إلى عدة مناطق. طيب. يجب أخذ بعين الاعتبار عند عملية التصميم والموافقة على المنشأة النظر إلى موضوع النشاط الزلزالي، النظر إلى موضوع العوامل الجيولوجية، النظر إلى موضوع الطبوغرافية، وحقيقة كل هذه يجب أن تربط مع بعضها البعض. بعد ذلك نبدأ بعملية السماح بالمنشأة وعدد الطوالق والأوزان المسموحة في تلك المناطق. كنقابة مهندسين هل نحن سننتظر ما يخرج من التحقيق من المدعي العام؟ هل النقابة تحمل مسؤولية أدبية أخلاقية سياسية على جهة محددة أم لا؟ لا، بس يعني خليني بس يعني أعقب هيك أقول لك إنه إحنا اليوم، ومعني إنه تطلع من عندنا رسائل إيجابية للمواطن الأردني حول
طبيعة التربة في عمان تحديدا بالمنطقة الغربية والشمالية. احنا لا ينشأ بناء في عمان الا بعد اجراء فحص التربة ماشي وعمل الدراسات اللازمة واخذ التوصيات وبناء عليها بيتم التسلسل في البناء. الان اضفنا مادة اخرى انه يجب ان يقدم من مكتب مختص بفحص المواد مع الرخصة أثناء التنفيذ، بده يفحص الحصمة ويفحص الحديد ويفحص الباطون ويفحص كل المواد اللي بتدخل. طيب. وعندنا شهادات من المخابر أثناء عملية الفحص، فبأمانة مستوى الأداء بالتنفيذ بالأردن هو مستوى عالي، يعني حتى نتحدث. طيب. بالغالبية ماشي. طيب. الآن المكاتب الهندسية هي تشرف على الأبنية من A to Z. إذا حدث هناك أن بناء تم إنشائه دون رقابة هندسية، طيب هذا وهذا يحدث، هذا المنزل حسب المكاتب الهندسية هل تم الإبلاغ بأنه بده يعمل صيانة؟ لا أبدا، لم يتم الإعلان أبدا. وبالتالي يعني هو اشتغلوا على رأسه. إذا حدث ذلك، إذا كان ذلك السبب مهندسيا عن هذه الأعمال. طيب. هلا إحنا في عندنا بس أنا وهلا ثلاث جهات عم نطلع لجان فنية يوميا تكشف على المواقع، بتلف بالشوارع دوريات. نعم. لجنة مختصة من نقابة المهندسين يوميا تتحرك بالشوارع، ولجنة مختصة من أمانة عمان الكبرى، ولجنة مشتركة من مجلس البناء الوطني تضم كل الجهات المعنية بهذا الأمر. طيب. بمعنى في جولات وفي دوريات، وانت بتعرف أحيانا حتى نرتكب مخالفة ما بنستغل الخميس على الجمعة أو يوم جمعة أو يوم عطلة حتى ننجز بعض الأعمال. إذا لوحظ أي آثار على الشارع أو على رصيف الشارع أن هناك من يقوم بإنشاء داخل الأسوار، في أثر ببين بالشارع بنقدر إحنا طيب. نستدل عليه. سأذهب إلى فاصل، بعد الفاصل سأسأل المهندس أيضا ما هي البؤر الساخنة. فاصل قصير أخير، تفضلوا بالبقايا معنا. أهلا بكم من جديد، وجه الترحاب بجميع الضيوف، ومباشر نطق إعلامي في أمانة عمان أستاذ ناصر رحامني. مساء الخير أستاذ ناصر رحامني، هل تتحمل أمانة عمان مسؤولية ما حدث من انهيار لهذا المبنى؟ أعتقد أنه أولا بداية نتوجه بالتعزية ونترحم على من توفاهم الله في هذه الفاجعة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين يا رب إن شاء الله. لا توجد مسؤولية على أمانة عمان، أمانة عمان دورها تنظيمي في هذه المواضيع، أمانة عمان أيضا لديها لجنة سلامة عامة برئاسة عطوفة المحافظ العاصمة والحكام الإداريين. من بداية السنة لغاية الآن عندنا 295 لجنة سلامة عامة، تم إخلاء 13 منزل سواء كان إخلاء جزئي أو كلي. لا يوجد أي بناء انهار في عمان من خلال خبرتنا فجأة في مثل هاي الفاجعة. طيب. أستاذ ناصر، دون وجود ملاحظات ماشي. مسبقة أو تشك. نعم. أستاذ ناصر، حسب أمانة عمان ما هو السبب في الانهيار؟ نعتقد كما تفضل سعادة نقيب المهندسين، لكن أنا ما بنحكي كأمانة عمان، من خلال مشاهداتنا ومن خلال وجودنا بالموقع، من خلال ما ذكروا شهود العيان أنه في تدخلات بشرية في البناء بشكل غير مدروس هندسيا، إما نعم. بالحفر داخل البناء أو الإضرار بالعناصر الإنشائية الأساسية للمبنى، لكن القضاء هو فوق الجميع وهو من سيحسم الأمر. نعم. طيب، بالمقابل هناك من يطرح أيضا سؤال فيما يخص الأهالي اللي كانوا في هذه نعم. البناية، هل تم تأمين لهم مأوى على أقل تقدير؟ سيدي احنا جاهزين واعلنا ذلك بتجهيز مأوى لأي اخ من اخواننا واهالينا الموجودين في العمارة ما قدر يأمن حاله، احنا جاهزين لتأمينه والان بسرعة الممكنة، وهذه تعليمات يعني مباشرة من معالي امين. هل سيتم تعويضهم منازل اللي كان يملك منزل، سيتم تعويضه ام هذا ستعود حسب القضاء والتحقيقات؟ يعني هل سيكون هناك دور من امانة عمان تعويضهم بمنازل؟ لا سيدي، وهذا يعود إلى القضاء والقرار القضائي، وتعرف إحنا القضاء الأردني عادل ونزيه وننتظر التحقيق. شكرا جزيلا ناصر رحامنا الناطق باسم أمانة عمان، ضيفي عبر الهاتف مباشرة للمهندس. مهندس، أين هي البؤر الساخنة؟ أين تخشى نقابة المهندسين من انهيارات؟ هل تخشى نقابة المهندسين وجيولوجيا أيضا لا قدر الله من زلزال؟ لا قدر الله شو بدنا نسوي؟ طبعا يعني
بلا شو بدنا نسوي؟ إنه عمان من 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 المدن اللي مرت بتجربة كل 100 عام زلزال كبير، وآخر الزلزال اللي كان عام 1927 وأدى لدمار كبير في عمان. يعني صار له 100 سنة. الله يبشرك بالخير. وأعتقد الخط الزلزالي بمر من منطقة شميساني من عمان، وبالتالي نعم إحنا من المدن المهددة بالزلازل. لكن بأكد لك إحنا منذ أكثر من 3 عقود كل الأبنية التي تصمم، الأبنية الحديثة تصمم على الزلازل. وحتى أكون دقيق، معظم الأبنية العامة أو الأبنية التجارية، المولات، المسارح، كلها تبنى على الزلازل. يعني هناك شروط محددة بنقابة المنسي، بدك تعمل، بدك تعمر إذا صار زلزال هذا في قادم. كل المباني تدقق على تصميم على الزلازل. يعني ماشي، سؤال أنا أعتذر، يعني أنت قاعد تقول لي إنه عمان من المدن اللي كل 100 سنة ممكن يكون فيها زلزال لا قدر الله. نعم. آخر زلزال صار له 100 سنة أو قرب. طيب السؤال الآن، المباني، المولات في العاصمة كلها عمان مصممة على كلها مصممة. كويس، إن شاء الله يا رب. نعم، وأؤكد لك ذلك إن شاء الله يا رب. هلا نتحدث عن الأبنية القديمة. كويس، وهذا هون بدي يعني أشبك المساحة ما بين الزلازل وما بين السؤال عن البؤر الساخنة. نحن فنيا نعتبر أي بناء مضى عليه أكثر من 50 عاما بنحط تحت عنوان البؤر الساخنة، وهذا ينطبق على عدد كبير من الأحياء في عمان. صحيح. الشرقية. صحيح. ينطبق على وسط البلد، جبل القلعة، جزء من جبل الحسين، جزء من جبل عمان، الشارع الريمبو والمناطق المحيطة. هذه منطقة، هي منطقة البؤر الساخنة. الآن بدنا ننتقل خطوة للأمام بالإيفاليويشن، بتقييم هذه المباني. هناك مباني سليمة 100%، هناك مباني تحتاج إلى صيانة وتدخل، وهناك مباني ربما بين قوسين انها قايله للسقوط يجب ازالتها. هذا الحكي بده مشروع وطني، وهذا من هو مهندس. احنا ما عندنا الان دراسه حول كم عدد المباني اللي ممكن تنهار، كم أبداً. عدد المباني أبداً. اللي اعمارها. طب هذا دور مين؟ يعني بعتقد دور الكل. يعني انا بامانه دور المجلس الوطني دور الكل، دور الكل. يعني عمليا هذا يتحمل مسؤوليه الجميع. نتحدث من عند المركز الوطني للازمات، للاداره المحليه، للنقابات. بس عندنا مجلس وطني تبع ابني، مزبوط. هذا المجلس الوطني مجلس رقابي فقط. مجلس رقابي وتشريعي احيانا، انه تعديل على التعليمات وعلى القوانين. بس انا بعتقد هذا مشروع دوله، ونحن في نقابه المهندسين تبرعنا ان نتبنى هذا المشروع. لكن هذا المشروع بده تكاتف كل الجهات المعنيه في الوطن، وايضا بده تمويل. بدنا نبحث عن جهات مانحه حتى نمول هذا المشروع. دكتور، كيف تعلق على ما تفضل فيه المهندس؟ نعم سيدي، في البدايه دعني يعني اؤكد فيما يتعلق في موضوع الزلازل. حقيقة يعني النشاط الزلزالي يتمركز في منطقة وادي الأردن البحر الميت، هو الخط الزلزالي الخطير حقيقة، واللي هو غرب عمان. يعني هو لا يمر في منطقة عمان تحديدا، وإنما إلى الغرب منها في الأغوار. لكن في دراسة قمنا بها في الجامعة الهاشمية قبل عدة سنوات ضمن دراسات الماجستير للطلبة لمدينة عمان ولمحافظة عمان وأماتها بشكل عام، وجدنا أن المناطق الغربية من عمان هي أكثر عرضة للدمار الزلزالي لا سمح الله في حال حدوث زلازل، أكثر من المناطق الشرقية. هذا بشكل عام، والسبب واضح، لأنه إحنا أقرب للأغوار، أقرب للمناطق الغورية. هذا من ناحية. أما فيما يتعلق بموضوع يعني مسؤولية من عمل الدراسات، فأعتقد هي مسؤولية الجميع، الجهات الحكومية. ما بزبط، أنا معك والله. لا اسمع، الجميع. نعم. إذا تروح على أشغال بقول لك يعني هي مش مسؤوليتنا، مسؤولية الجميع. روح على النقابة بقول لك مش مسؤوليتي، مسؤوليتي. مين هو اللي لازم يناديهم ويجمعهم ويقول لهم بدنا نعمل دراسات؟ مش الحكومة؟ وزارة الأشغال. وينها؟ وزارة الأشغال. الحكومة وينها؟ كود البناء موجود أخي عامر، كود البناء هو من وضع وزارة الأشغال، وهو معتمد، وهو دستور بناء واجب على كل شركة وكل مهندس أن يتبع هذا الدستور البناء. وإضافة إلى ذلك، أنا كنت أقصد أنه الجهود الوطنية من جامعات ومؤسسات وكليات معنية في الإنشاءات وكليات البيئة وكليات الهندسة والجيولوجيا، وأيضا النقابات، نقابة المهندسين ونقابة الجيولوجيين، كلها هؤلاء مسؤولين. لكن الجهة الرسمية رقم واحد المسؤولة هي المحور، المسؤولية تقع في الحكومة. وزارة الأشغال هي المسؤولة عن الإنشاءات. مهندس، متى سنبدأ بهذه الخطة أو هذه الدراسة؟ تدعو من عبر صوت المملكة أن تقوموا بالاجتماع لعمل هذه الدراسة حتى نعرف؟ احنا تداولنا في نقابة المهندسين، وتداولنا مع لجنة إدارة الأزمات والكوارث، واللجنة راح تجتمع بداية الأسبوع القادم لوضع تصورها للمرحلة القادمة. راح ندعو لورشة عمل
راح ننادي كل المعنيين من حكومة، من دفاع مدني، من مركز أزمات، ونحط الخطة، وأيضا والجامعات، ونحط تصورنا. هلا من سيتبنى هذه الخطة دون دعم حكومي لن تستطيع أن تنجح هذه الخطة. كويس، كان ممنوع الهدم والبناء في المناطق التراثية والمناطق القديمة، ماشي، وأنت قلت لي يا ماشي، لكن هاي الآن في عنا هذه ملكيات فردية، صح؟ نعم. طيب لماذا لا يتم المنع وتعويض أصحاب الملكيات الفردية؟ يعني هذا السؤال. يعني أنا بعتقد، يعني وأنت تدرك تماما أي عملية بناء، أي عملية ممكن تأثر على البنيات بجانب اللي عمرها كبير بالبناء. يعني أنا بعتقد في فترة من الفترات قام أمين عمان بوقف البناء في جبل الويدي لمدة عام من أجل الدراسة. صحيح. بعرف شو صار بالدراسة ولا لا. وكان السبب إنه كان في رأي عام ضد إقامة مبنى مقام مبنى تراثي، مثل ما صار مثلا إذا بتتذكر لما تم هدم مقهى المغربي بالسلط وكيف صارت الضجة الإعلامية. بس واضح تماما أنه رأس المال أقوى من المنظومة القيمية والثقافية والتراثية اللي إحنا بندافع عنها، بسمونا الحالمين أو الرومانسيين. يعني رأس المال يعني أقوى. هو قرار من أمين عمان يمنع، أنه ما بيستطيع يمنع، يستطيع أن يوقف لفترة مؤقتة لأسباب بده حددها، بس لا يستطيع أن يمنع البناء في هذه المناطق. وإذا بده يمنع البناء أو بده يمنع هدم أي بناء، بده يدفع ثمنه لصاحبه في كلف مالية. وبالتالي كويس، لكن هذه الكلف المالية مهما كثرت هي ليست أغلى من المواطن. هذه نقطة. هذا صحيح، بس كمان بدك تأخذ بعين الاعتبار، لا أستطيع، لا يعني لا تستطيع الدولة الأردنية، ونحن نطلع على واقع الدولة الأردنية، إنها تحمي كل الأبنية التراثية وتشتريها، سواء بتحكي عن منطقة مثل جبل عمان الدوار الأول والثاني وشارع الرمبو والقلعة وسط البلد. يعني أنا بعتقد هذا جهد عظيم، لابد من إنه كل الأطراف تقعد مع بعض ونشتغل على مسألتين. المسألة الأولى، الإنسان أغلى ما نملك، يجب أن نحافظ على حياة هذا الإنسان وروح هذا الإنسان. والسبب الآخر، نحافظ على نسيجنا العمراني اللي بلش يتفتت نتيجة هجوم رأس المال ونتيجة تحويل الأرض من قيمة إلى سلعة. شكرا جزيلا لنقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي رئيس اتحاد المهندسين العرب، أيضا شكرا لك لحضورك. الشكر موصول لك دكتور عيد الطرز زعيم كلية الأمير الحسن بن طلال الموارد الطبيعية والبيئة، ولمراسلين أيضا حمزة النار ومعاذ الحيط وكل والناطق العالمي في أمانة عمان ناصر حمد، رحم الله من توفاهم الله، وإن شاء الله البقية يكون بخير وسلام وأجر عافية للجميع. كل التحية.